245 درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بسوهاج، و 230 بالفيوم. اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد بحد أدنى 245 درجة، وذلك بعد فحص أعداد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة ووضع قواعد لقبول الطلاب المستجدين وتحديد الأماكن المتاحة بجميع مدارس التعليم الثانوي. وفي الفيوم اعتمد المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 230 درجة بحضور الدكتورة أماني الكرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ويتم فتح باب التقديم بالمدارس اعتبارا من 14 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل.